رضوان. Okay, what's your opinion about the match? What do you know? I want to see a good game. Okay. Yes, Petros, how the match today? Yeah, inshallah. What's your opinion? Inshallah, win, habibi. Yes, it's my first match. هذه أول مباراة أشاهدها في السعودية. أنا جد متحمسة لمتابعة اللقاء الكبير بين الهلال والنصر. الأجواء رائعة وزاد من جمالها الجماهير الحاضرة. حقيقة أنا أشجع فريق الهلال، ولكن سنرى في الأخير من سيفوز. Very good, I guess. كيف الأجواء اليوم؟ خلينا نمسك قلبك أول شيء. والله قلبي الله يعيني لعيبة والله، وإن شاء الله اليوم اللي راح يكون أهدى في الملعب وراح يفوز. توتر ولا لا؟ ثقة والله، ثقة كبيرة، ما في توتر. كم النتيجة؟ أظن 3-1 إن شاء الله. وأنت كم النتيجة؟ 3-1 بإذن الله. أنا أقول اللي بيكون هادي داخل الملعب ومحضر نفسه ذهنيا ونفسيا داخل الملعب إن شاء الله بتكون النتيجة له، وإن شاء الله أنها تكون نصراوية بإذن الله. إن شاء الله الهلال بإذن الله 3-1 إن شاء الله. مباراة تخوف شوي. ما عليه، إن شاء الله الهلال قدها. أعتقد مباراة صعبة، أول مباراة بقارة آسيا، أعتقد مفاتيح اللعب اللي هي الهجوم، طبعا هجوم هلال وهجوم النصر، أعتقد اللي يكون في يومه أعتقد بيحسب مباراة صعبة. أحمد توتر زي أخوياك ولا لا؟ لا الحمد لله واثق اليوم. واثق اليوم. طيب من نجم المباراة؟ نجم المباراة الأول بريرا، النجم الثاني سالم. النصر إن شاء الله فايز. أكيد 2-0. مرة واثق؟ واثق مرة. طيب واثق من قدرات الهلال اليوم؟ عندنا إذا عنده حمد الله وتاليسكا عندي بريرا وقميز وسلمان.